ألا لا، واش باقي كتخدمي بهاد الادوات اللي كتعذب وكتضيع في الوقت والنتيجه ما كايناش؟ شوبيني جابت لك البديل، قطاعات الخضر اليدويه متعدده الاستعمالات اللي كتقطع كلشي بسهوله تامه واللي ضروري تحتاجها في شهر رمضان المبارك، حيت توفر عليك الجهد والوقت. مثاليه الاستعمال في المطبخ ديال المنزل والمطاعم وحتى المحلات الوجبات السريعه باش تقدموا للكليان وعائلتكم احسن الوجبات. مناسبه لتقطيع الخضر والفواكه والاجبان ايضا، كتقطع بطريقه مثاليه ومرتبه اللي كتعطي للشيوات ديالكم واحد المنظر شهي، وراه امين عكس الالات الاخرى اللي كتجرح في اليد، مصنوعه من الالومنيوم عالي الجوده والشفرات الحاده ديالها مصنوعه من فولاذ مضاد للصدى وغير سامه، سهله في التركيب والتنظيف، ويمكن لك تغيير الشفرات ديال المتنوعه دغيا، والثمن راه مناسب وتوصيل فابور حتى الباب الدار. ايوا لالا، شنو كتسناي؟ للطلب تواصلوا على الرقم اللي في الشاشه ولا دخلوا الرابط اللي فتحت الفيديو.